السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا في كل مكان، أهلا بكم إلى جولة جديدة في السودان هذا المساء من قناة الشروق، نستهلها بالعناوين. حمدوك يلتقي وزير الخزانة الأمريكي لبحث أوجه التعاون الثنائي بين الخرطوم وواشنطن. رسالة من سلفا كير للبرهان حول ترتيبات استئناف مفاوضات السلام بين الحكومة وحركات الكفاح. حريق المنطقة الصناعية ببحري يكشف عن تدني مريع في وسائل السلامة والطوارئ. أهلا بكم مشاهدينا. قال وزير الخزانة الأمريكي إنه سيجري مشاورات داخل الإدارة الأمريكية للنظر في كيفية تقديم الدعم اللازم للحكومة الانتقالية في السودان. والتقى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الذي يزور واشنطن حاليا وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مينوشن، وتعهد وزير الخزانة الأمريكي ببحث الخطوات اللازمة لإسقاط السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وأكد الوزير الأمريكي دعم واشنطن للحكومة الانتقالية، وأبدى رئيس الوزراء رغبة السودان في التعاون الاقتصادي بين الخرطوم وواشنطن، حيث قدمت دعوة للشركات الأمريكية للاستثمار في السودان، كما دعا البنوك الأمريكية لفتح فروع لها بالخرطوم. ونوه حمدوك إلى ضرورة إسقاط اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب، وأشار إلى أن دعم استقرار السودان يمثل مفتاحا لاستقرار دول الإقليم كافة. دعا رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى مخاطبة الأسباب الجذرية لظاهرة الإرهاب في العالم. وخلال لقائه مسؤول ملف مكافحة الإرهاب بالخارجية الأمريكية نايثان سيلز، اعتبر حمدوك الفقر أحد أهم دعائم ظاهرة الإرهاب. وقدم حمدوك شرحا للجهود التي تبذلها الحكومة الانتقالية لتحقيق السلام ومكافحة الإرهاب. وأكد مسؤول ملف مكافحة الإرهاب بالخارجية الأمريكية التزام الولايات المتحدة بدعم الحكومة الانتقالية في السودان والتزامها بإسقاط اسمه من لائحة الدول الراعية للإرهاب، وثمن الخطوات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا وجهودها لتحقيق السلام ومكافحة الإرهاب وفتح المسارات. تلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان رسالة من رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير مايرديت تتعلق بالترتيبات الجارية لإنجاح مفاوضات السلام بين الحكومة وقادة الكفاح المسلح بجوبا. وأكد البرهان لدى لقائه مستشار الشؤون الأمنية للرئيس سلفا كير تود جولواك حرص الحكومة على تحقيق الاستقرار للشعب السوداني، لافتا إلى أن التغيير لابد أن يستصحبه السلام. من جانبه أكد جولواك حرص واستعداد دولة جنوب السودان لإنجاح المفاوضات، وأعرب عن أملي أن تكون الجولة القادمة جامعة وأخيرة وحاسمة، وأن يكون العام المقبل عام للسلام في السودان. وأشار جولواك إلى أن وجود قادة الكفاح المسلح بالخرطوم واستقبال الحكومة لهم والروح الطيبة التي سادت اللقاء تبشر بسلام قادم. من الرسالة من السيد الرئيس فريق سلفا كير مايرديت، فريق أول سلفا كير مايرديت، بتعمل بأمر السلام والترتيبات بتاع دور جنوب السودان الجاهزية ليوم 10/12 لبداية التفاوض بتاع السلام بين الحركات المسلحة والحكومة السودان. ونحن الجولة ده بدون شك يكون الجولة الحسمية لوصول للسلام. أكد السيد الرئيس جاهزيته للسلام بأسرع فرصة الممكن عشان يحقق استقرار للمواطن في السودان، وقال أكد لنا الحرب كفى ونحن في التغيير الحقيقي، يكون التغيير شامل، التغيير يجمل السلام ويجمل الاستقرار في دولة السودان. شدد مشاركون في ورشة قضايا السلام ورؤى أهل المصلحة من ولايات كردفان الثلاث على ضرورة استصحاب مكونات المجتمع كافة ورؤى القواعد في مناطق النزاعات ضمن الجهود الجارية الآن لتحقيق السلام الشامل بالبلاد. ودعا المشاركون في الورشة التي انعقدت بمدينة الأبيض طرفي التفاوض إلى اغتنام فرص العدالة والحرية المتاحة الآن لتحقيق السلام. وقال عضو مجلس السيادة الانتقالي شمس الدين كباشي إن تحقيق السلام بالبلاد ظل هدفا استراتيجيا وأولوية ملحة للمجلس والحكومة. وقال إن الوفد الحكومي سيذهب لجولة التفاوض القادمة بقلب مفتوح ورغبة صادقة في تحقيق السلام بدون فرض حلول مسبقة أو إملاءات
على طرف دون الآخر. نحن نريد وسنسعى للوصول إلى سلام حقيقي يخاطب مشكلات السودان ويخاطب مشكلات أهلنا في عموم أهل السودان ويعالج جذور المشكلة. نحن لا نحمل كتابا ولا نحمل رؤى مسبقة ولا نحمل حلا لنفرضه على إخوتنا في الطرف الآخر. نحن وأنتم وهم نريد أن نصنع استراتيجية واضحة نتوافق عليها ونتوافق عليها ونمشي عليها. إلى ذلك أعلن عضو مجلس السيادة شمس الدين كباشي أن البلاد تعاني من مشكلات عديدة لا يمكن تجاوزها إلا بالتفاوض، مشيرا إلى أن الورش التي تقام بالولايات تهدف للاستماع إلى آراء أصل المصلحة، أهل المصلحة والمتأثرين بالحروب، وهي رؤى وتوصيات ستكون ملزمة لمؤسسات السلطة الانتقالية. فكرة الورش تأتي إيمانا ويقينا بأن أصحاب المصلحة يجب أن يكونوا جزءا من عملية السلام بتفاصيلها المختلفة. في رسم الرؤية التي سترسم الاستراتيجية التي سيتم التفاوض عليها والتي ستكون ملزمة لمؤسسات السلطة الانتقالية. من جهته أبان مفوض سليمان الدبيلو أن التوصيات التي تخرج بها الورش المنعقدة حاليا بالولايات ستناقش من خلال ملتقى جامع لقضايا السلام ينعقد بالخرطوم في 8 من الشهر الجاري. وأبدى دبيلو تفاؤله بالوصول إلى سلام شامل خلال جولات التفاوض القادمة. الورشة الثانية هذه خاصة بهذه بكردفان الكبرى، وذلك للاستنباط لأخذ آراء أهل المصلحة في ولاية كردفان، وهي إحدى الورش التي ستقام في الأيام القادمة لاستكمال رؤى أهل الداخل كاملة. وعندها إن شاء الله سيجتمع ممثلين من هذه المناطق كلها في الخرطوم يوم 8/12، وحينها ستكتمل كل هذه الرؤى في شكل توصيات كاملة. هذه التوصيات سوف توزع بإذن تعالى على وفد الحكومة ووفد الحركة الشعبية ووفد الجبهة الثورية، وسيكونوا أيضا ممثلين من هذا الجمع الكلي لأهل السودان في الداخل موجود، وممثلين منهم يحضرون التفاوض في جلسات التفاوض في جوبا بإذن تعالى. اختتمت قيادة سلاح المدفعية عطبرة بمشاركة رئاسة هيئة أركان القوات المسلحة المشروع التدريبي السنوي هدير الأطبراوي. وقد تعهدت رئاسة الأركان بالمضي قدما في إعادة ترتيب القوات المسلحة وإعادة تنظيمها لتواكب تحديات المرحلة. في درجة متقدمة ومتطورة من الخطط والتكتيكات الحربية والكفاءات القتالية، اختتم سلاح المدفعية بالقاعدة التدريبية العسكرية فعالية النسخة الثالثة من مشروع هدير الأدبراوي في ختام البرنامج التدريبي للعام الجاري بمشاركة رئاسة أركان القوات المسلحة. الليلة ختمنا وهذا المشروع بعد جهد مغدر وبعد تلاقح فكري بين كل مكونات هذا التمرين الذي هو في مجمله كل سلاح المدفعية من مختلف وحداته في الفاشر في نيالة في زالنجه وفي مروي وفي سنكات وفي الضعين وفي بابنوسة في كل أصقاع هذا البلد الطيب الحبيب. هدير الأدبراوي الذي أخضع العديد من الوحدات العسكرية بالقوات المسلحة لبرنامج تدريبي تعبوي من جانب واحد تكاملت من خلاله الأدوار بين مختلف التشكيلات العسكرية بالإسناد المطلوب لتمزيق السترات الدفاعية للعدو واقتحام مواقعه وتدميرها بالكامل. إنما شاهدناه اليوم في هذا التمرين يجعلك مطمئنا تماما أن السودان لن يؤتى من هذه المنطقة أبدا، وأن سلاح المدفعية وكل وحداته غادرة على ردع كل معتد، وستظل حامين لهذا الوطن ولثورته وانحيازنا للشعب في كل المواقف التي تجعل مننا عناصر فاعلة
لحماية تراب هذا الوطن. ختام المشروع التدريبي لسلاح المدفعية كفل الجاهزية التامة للواء الحزم السابع المغادر للمشاركة ضمن قوات تحالف عاصفة الحزم بالمملكة العربية السعودية، وهو ما أعطى هاجر الأدبراوي قيمة ونقلة نوعية في تنفيذه. هذا المشروع هدير الأدبراوي ثلاثة نفذ بمهنية واحترافية، وأيضا حقق الهدف منه. مثل هذه التمارين نعلم إنها هي بتكون في اتجاه تجويد الأداء ونقل الخبرات والمعارف وزيادة المهارات في كل الأعمال التي تلي النيران من المدفع والموقع والتخطيط للنيران. وقد تزامن ختام المشروع التدريبي السنوي لسلاح المدفعية مع خطوات جادة مضت فيها قيادة القوات المسلحة بإعادة هيكلة الجيش وتنظيمه والحفاظ على قيمه المتمثلة في قوميته ومهنيته واحترافيته والتزامه بمهامه المتسقة مع الدستور. سلاح المدفعية هو حاضنة قيم وتقاليد وأعراف القوات المسلحة في احتراف العمل العسكري، في التمسك بالنظم، في التمسك باللوائح، في إقرار النظام في كل معسكراته ومواقعه. شكراً للمدفعية إنها حافظت على هذه التقاليد على مر هذا الزمن رغم مصائب كثيرة لحقت بالقوات المسلحة. عصام الحكيم الشروق، ولاية نهر النيل. كشف الحريق الذي شب أمس في أحد المصانع بالمنطقة الصناعية بالخرطوم بحري عن نقص مريع في وسائل وإجراءات السلامة بالمنطقة الصناعية ومعدات إطفاء الحرائق لدى الدفاع المدني. وقالت لجنة أطباء السودان المركزية إن قوات الدفاع المدني تفتقر لأبسط أدوات السلامة من الملابس الضرورية للعمل والمواد والأدوات الخاصة بالسلامة كالقفازات والنظارات الواقية والكمامات وحذية السلامة والخوذات. وأشادت لجنة الأطباء المركزية ببسالة أفراد قوات الدفاع المدني في محاولاتهم السيطرة على الحريق الذي أودى بحياة العشرات في مصنع للسيراميك بالعاصمة الخرطوم بالرغم من افتقارهم لأبسط مقومات السلامة. ودعت لجنة الأطباء المركزية الجهات الرسمية إلى الإيفاء بمطلوبات وبيئة العمل للعاملين في هذا المجال الحيوي. أوصت ورشة انعقدت بولاية جنوب كردفان حول الرصد المبني على الأحداث وتحليل المخاطر، أوصت بتوفير قاعدة بيانات تخدم التدخلات الصحية في المخاطر المختلفة. وأكد نادر حماد مدير الإدارة العامة للرعاية الصحية الأساسية بجنوب كردفان أهمية الورشة بالنسبة للولاية فيما يلي التخطيط السليم لمجابهة المخاطر الصحية في المناطق المتأثرة بالحرب وحركة اللجوء السكاني، لأن الولاية تعتبر من الولايات الممتدة عبر شريط حدودي. افتكر ان الورشه فرصه كبيره جدا لوضع خارطه كبيره لكل المخاطر ومعرفه وجودها واماكنها وكيف تحليلها، وخاصه في ظل ولايه فيها مناطق كبيره مقفوله وايضا فيها حدود مع دوله جنوب السودان وايضا مشاكل بتاعت نزوح وغير من الحراك السكاني او التحركات، ودي كلها ومشاكل التعدين الاهلي، ودي كلها بتلغي بظلالها على الصحه. بالتالي يبقى هذه الورشه بوجود عدد من الشركاء وكل القطاعات المعنيه واللي بتعمل مع وزاره الصحه ممثله في الوزارات الاخرى هي بتكون فرصه كبيره جدا عشان مع بعض نضع خطه لهذه المخاطر. من جانبها اكدت ممثله الاداره العامه للمكافحه الاوبئه بوزاره الصحه الاتحاديه شهد الكمالي ان الورشه تهدف الى توفير قاعده بيانات تخدم التدخلات الصحيه في المخاطر المختلفه، واشارت الى خصوصيه ولايه جنوب كردفان في الخارطه الصحيه بالبلاد. فالهدف من المشاركه هو معرفه الهازارد ريسك بروفايل، الاختطار الموجود في الولايه، ووضع خطط الاستعداد والاستجابه لهذه الاخطار. الشق الثاني من الورشه هو نظام الترصد المبني على الاحداث،
بمشاركة جهات ذات الصلة. سنتعرف على النظام المطبق في الولاية من العام 2017، الجهات المشاركة من الجهات المشاركة في الورشة ستتعرف وتتنور أكثر عن هذا النظام، وبالتالي أي شخص موجود في الورشة سيصبح مبلغ عن الأحداث. تنطلق غدا بالخرطوم احتفالات اتحاد إذاعة الدول العربية باليوبيل الذهبي واجتماعات الجمعية العامة للاتحاد بجانب الاجتماعات المرافقة. وأعلن وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح في مؤتمر صحفي اليوم اكتمال الاستعدادات، وأشار إلى أن الاجتماعات تبدأ غدا وتستمر لثلاثة أيام، تعقبها دورة تدريبية واجتماع للمجلس التنفيذي والجمعية العامة. وبان أن عدد ضيوف البلاد بلغ 152 ضيفا من اتحاد الدول العربية ودول مختلفة. وأكد مشاركة الفنان التونسي الكبير لطفي بوشناق برفقة الفنان الكبير أبو عارك البخيت في الاحتفالات.